في غضون ذلك قال وزير الخارجية عبد الملك المخلافي إن الحكومة تعول كثيرا على دور قطر في دعم اليمن. وأوضح المخلافي أن الرئيس هادي طلب من قطر وديعة تقدر بنحو مليار دولار، مؤكدا أن الموضوع لا يزال قيد الدراسة لكيفية الاستفادة من الوديعة في دعم العملة اليمنية واستقرارها. وأشار المخلافي إلى أن الدوحة أكدت استعدادها تقديم كل ما يمكن أن يخدم استقرار اليمن.